واجب الفاتحة وكيفية إرساله للمدرس للتصحيح بعد التسجيل واستلام التصحيح من المدرس والتجاوب المتكرر ما بين الطالب والمدرس. هذا هو موضوع هذا الدليل الإرشادي السريع. فكرة هذا البرنامج هي تشجيع تدارس القرآن في كل وقت وفي كل مكان. لهذا فهو يشجعك على أن تدرس القرآن بنفسك لنفسك، وهذا الأسلوب نطلق عليه تدريس الذات، كما يراعي الحاجة إلى وجود إشراف مدرس محترف معتمد، وخصوصا في بداية الدراسة. واستخدام البرنامج إن كان لتدريس الذات فهو مجاني، حيث يوفر لك كل أدوات الدراسة مجانا ودون مقابل مادي، كما لا يسمح بوجود أي دعايات إجلالا وتعظيما لمكانة القرآن، إلا أن الدراسة تحت إشراف مدرس ستكون بمقابل مادي يتناسب مع الوقت الذي يستقطعه الطالب من وقت المدرس. ويستثنى من ذلك الفاتحة، فتدريسها وقف مجاني لجميع المسلمين ولكل من أراد أن يتعلم تلاوة الفاتحة. عند تدريس الذات فإن كل ما يحتاجه الطالب من أدوات ليدرس نفسه موجودة هنا، إلا أن الدراسة تحت إشراف مدرس تحتاج إلى التفاعل عبر الواجبات مع المدرس. نضغطنا على زر وضعية الواجبات فتظهر لنا قائمة واجبات الطالب التي تبين تاريخ تفاعله مع مدرسه عبر السنين. فهذا الطالب مثلا ملتحق بحلقة اسمها حلقة عمر بن الخطاب الأولى، كما نرى على اليمين هنا سجل تاريخ تقديمه للواجبات من عام 2017 وحتى اليوم، ونرى على اليسار هنا أسماء السور التي تحتوي على هذه الواجبات وعلى نطاق الآيات التي يحتويها كل واجب. ويشترط لكي تظهر لك كطالب قائمة واجباتك أن تكون منضما لحلقة تدريس يشرف عليها مدرس ما، ويبعث لك ذلك المدرس بالواجبات التي عليك أن تستجيب لها حفظا أو تلاوة أو مراجعة. لذلك فأنت عندما تفتح البرنامج لأول مرة لن ترى مثل هذه القائمة، ففي هذه الحالة لن يظهر للطالب إلا واجب واحد، وهو واجب الفاتحة، إذ يقوم البرنامج بضمك آليا وعشوائيا إلى أحد المدرسين المنضمين لهذا البرنامج، فيسجلك آليا في حلقته لتعليم الفاتحة دون أن تقوم بالإجراءات التقليدية لطلب الالتحاق بالحلقة. اضغط على اسم الواجب وستفتح نافذة بها معلومات عن هذا الواجب، حالته ونوعه وتاريخه، هذا بالإضافة إلى رابط لفتح صفحة الواجب. اضغط على هذا الرابط فينتقل بك البرنامج آليا ليفتح لك صفحة القرآن التي تحتوي على الواجب، ويظهر لك قوسين أحمرين، أولهما يحدد بداية الواجب وثانيهما يحدد نهايته. كما إذا نظرنا إلى الأسفل هنا نجد أدوات الواجب، وفي الوسط هنا سجل وأرسل، فإن كنا جاهزين لتسجيل الواجب وإرساله للمدرس للتصحيح نضغط على زر سجل وأرسل هذا، فنلاحظ أن أدوات جديدة ظهرت في الأسفل هنا لتتواكب مع الحاجة إلى تسجيل الواجب وإرساله. نكبس زر تسجيل هذا ونبدأ بتلاوة سورة الفاتحة بصوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ونستمر في التسجيل إلى أن نكمل سورة الفاتحة كاملة، وبعد الاكتمال من التسجيل يمكن التأكد من جودة ما سجلناه بالضغط على زر التشغيل هذا للاستماع لتسجيلنا، ويمكن أن نعيد التسجيل إن لم نكن راضين عنه إلى أن نصل إلى جودة نرضى عن إرسالها للمدرس. عند ذلك نكبس على زر الإرسال هذا هكذا، فيتم بهذا رفع الواجب إلى المدرس وإرساله للتصحيح من قبل المدرس. وعندما يقوم المدرس بتصحيح الواجب سيأتيك تنبيه الواجب ضمن الإشعارات التي تظهر في الأعلى، مع القدرة على إضفاء رنة خاصة تبين لك بأن الواجب قد صحح، هذا بالإضافة إلى ظهور رقم على أيقونة البرنامج يبين عدد الواجبات التي عليك مراجعتها.
أو تلك التي تم تصحيحها. وعند فتح البرنامج سيتم تحديث بيانات الواجبات آلياً، فيحضر إلى جهازك تصحيح المدرس. اضغط على اسم الواجب لفتح بياناته، ثم اضغط على رابط صفحة الواجب. ستفتح لك صفحة الواجب وهي الفاتحة في هذه الحالة، ثم اضغط على زر تصحيح الواجب هنا، فنجد أن الواجب قد قدم للتصحيح في هذا التاريخ، وقد تم إرسال توجيهات المدرس وتصحيحاته في هذا التاريخ. اضغط على مربع توجيهات المدرس، وستظهر قائمة بها التوجيهات العامة بالإضافة إلى تبيان الأخطاء وتعليق المدرس على كل منها. إذا ضغطنا على هذا الزر، فإنه سيظهر لنا مكان الأخطاء على صفحة المصحف. النجمة الأولى هي تعليق عام، بينما تحتوي النجمة الأخيرة على التعليق الختامي للمدرس على الواجب. بينهما يحدد المدرس الأخطاء ويعلم مكانها على صفحة المصحف الشريف. ويمكن الاستماع إلى تعليقات المدرس وقراءة توجيهاته بالضغط على أي من هذه العلامات. مثلا، قرأت مالكي بتسكين الكاف، والصواب أن تقرأها مالكي وليس مالك. إذن فيما يتعلق بهذا الخطأ، وبمجرد الضغط عليه يستطيع الطالب أن يقرأ توجيه المدرس المكتوب، هذا بالإضافة إلى قدرته على الاستماع لتوجيه المدرس الصوتي. كذلك يمكن للطالب من سماع التعليقات العامة. ما شاء الله، كانت هذه قراءة جيدة، نأمل منك أن تصحح الأخطاء ثم تعيد إرسال الواجب لنا لإعادة التصحيح. بارك الله بكم وجعلكم من أهل القرآن. وقد يتساءل البعض عن الهدف من وجود هذه النجمة هنا. هذه النجمة هي وسيلتنا لإعطائكم الفرصة لإبداء رأيكم عن مدى استفادتكم من تعليقات المدرس، ومدى رضاكم عن أسلوبه في توجيه النصح والإرشاد. فبعد استماعكم لتعليقات المدرس، نأمل الضغط على النجمة ثم إعطاء التقييم ما بين نجمة وخمسة نجوم. كما يمكنكم إضافة أي تعليق كتابة إن أحببتم. كان هذا دليلا إرشاديا سريعا عن واجب الفاتحة وكيفية إرساله للمدرس واستلام التصحيح والتواصل المستمر بينهما من إعادة إرسال الواجب وإعادة التصحيح.